مشكلتك شنو عم تساعد روحيش؟ ما عندي حتى مشكلة. وصل هو عنده مشكلة ضالي معي. أنا مروح مستاجي كيب ناسيونال، لعبت وقت كوريا، لعبت تيتولير ولعبت بلجيكا تيتولير، روحت وقت نحن فاكونس في الشامبيون تونس، طلبني قال لي جا نحكيه. أنا تخيل باش أحكيه على ما عرفش شنو معناتها، هبطت لهنا قال لي ما نجموش نكملوا هكايا راهو خالد ما تعرف، هو وقت يحب يجيب جواريته ظاهر الحكي. فما واحد جوار انت ناسيونال تجيب تقول له ما نجموش نكمل، هو لعب زوج ماتشات كيب ناسيونال العام كامل نلعب كيب ناسيونال. بالكش فنية مش مقتنع بيك ما عرفش يا اخي، تحب تدخلونا في متاهات ما نعرفش انا معناتها هو باش يقيم يا اخي كيما قال له الاخر اخي هو لابس منيو لبس منيو ولا معناتها نجم ندخل في حكم تاع طبيب نقول له اعمل هكا وهكا معناتها طبيب يتسمى نجح هو هز لقب بطوله مع الكل اعطيني جواريت اللي جابهم هذوكم الكل ما تنزل مش لقب تنزل تتروت تاعت الافريكان يا اخي شنو يا اخي فما لوجيك في الكوره ما فماش واحد جوار يدخل في علم الطب ولا طب طبيب يدخل في علم عندي انا هذيك هي اخو ما نجمش خويا ما تنجمش انت انا عندي راه قرابه 45 ماتش كيب ناسيونال وعندي اكسبيريونس وعندي هز تيتروات وهز لعب في جمعيه تونس كامله على سميت منتسب الوحيش اللي خرجك من الكلوب ما سميتش المسؤول اللي خرجك من الكلوب على خاطر منتصر الوحيشي خاطر انا كنت مصح 3 سنين في الكلوب وكان قاعد في الكلوب راني عملت ما يتعمل فهمت ونعرف روحي شنو نقول خاطر هو الفاسون كيفاش خاطر هو وقت اللي انا خرجت من هنا خاطر جاني سليم الرياحي قابلته في بلاصه لو سليم الرياحي مكلموه تو يقول لك قال لي انا ما نعرفش علاش خرجت قلت له شنو ما تعرفش ما يعرفش علاش فهمتني منتصر الوحيشي قال لي جاي قالوا راهو يتكلم في الفيستير وهكا 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 وما فهمش منه الموضوع ده كله ونطلبوا تو الجواريت اختي جاب الميكيري وناطر وصابر خليفه مشاو له قالوا له يا قربي راه بلاصتو لهنا امور خليه لحلحوا بيه قال لهم لي او نطلبوهم تو الجواريت وشوفوا ما صارش كونتاكت بعد بيناتكم ما صار حتى ما مريت انا شكون انتوا منتصر ما صارش كونتاكت ما صارش ربي يهديك شنو نقول لك نقول ربي يهديك اللي عملته هكا